المناعه الجماعيه هي نسبيه اللي غولاتيف ارتفعت عندها وجود بالعدوى وبالتلقيح. لازم يفو اديسيوني، لازم نجمع بين ما يكون هو في ملقح وزائد ما هو وقع له عدوى، وهذا هو اللي مد. يعني ربما احنا رانا في يعني احتمال ربما نكونوا حول 50% تاع المناعه الجماعيه، وهذا مازال ليس كافي، غير كافي فيما يخص يعني قلع الجذور هذا الفيروس وهذه الجائحه. لازم نصل الى اكثر من 70% من تاع التغطيه تاع اللقاحات، ومن الاحسن باش نصل الى 90%. هنا كي نكونوا اكثر من 90% عندنا مناعه جماعيه تقريبا مطلقه، ما يزيدش كاع يرجع الفيروس اذا كنا توصلنا اكثر من 90%، ولكن بين 50 رانا في 50% لازم نصل الى 70%، وهذا نقدر يعني نلتحق بهذا الى هذا المستوى الا بالتلقيح. واذا التلقيح ما زال عنده مكانته موجوده حاليا، ويعني وكنصيحة يعني علمية وطبية باش التلقيح لازم يكون مستمر لكي نصل إلى 70% على الأقل من تغطية اللقاح.